فدخل ابن علي بقول لي بابا، قلت نعم. قال لي عظم الله اجرك في عبد. بقول له مين عبد؟ قال لي عبد اخوي. ما ظلش عنده اعصاب، انهارت اعصابي حقيقه، قطعه من جسم الاب ومن جسم الام. عبد الحليم النجار بكون طبعا اخي، اخي الكبير يعني. يعني هي كانت علاقة أخوة وعلاقة صحبة وعلاقة محبة وعلاقة مودة يجمعنا. هذه العلاقة برضو اللي هي علاقة المرض في نفس الوقت، اللي هو يعني أنا كنت مريض وهو يعني كان بعد الله يعني سندي القوي والمتين الذي كنت أستند به يعني في وقت احتياجاتي، فقط مساعداتي يعني. هو يعني والدتي لم تنجب إلا 3 بنات وأخوة فقط، وكنت أنا يعني الخامس. يعني أبوه رجل كبير، أمه مرة كبيرة، اخواته البنات هو اللي بعد عليهم وبطلع مع ظل ايش، في ظل قصور اخوه فراس. فراس كليا حياته ايش تعتمد على عبد. يعني منذ الصغر فراس لما قعد واصيب بالمرض ما حدش قدر يعتمد عليه فراس الا عبد. عبد يشلحوا البوت، يلبسوا البنطلون، يدخلوا الحمام، يغسله. كان صعب على عبد يصل للمدرسة، كان بيحطه على بمسكه من ايده وحطه على كتفه وحمله شنطة. يعني احنا خايفين على فراس بعد عبد، ايش بده يصير في حياته؟ مين بده يقوم به؟ لا ابوه بلا مخد يعني قادر يقوم ابوه، ولا امه قادرة توفي طلباته، لأن أم كبيرة ووضعهم بالبيت صعب. الدكتور أختي صاحبة أمراض جتها 5 جلطات، يعني إحنا خايفين نسيبها، مش عارفين كيف بدنا نروح على بيوتنا ونسيبها. الثورة الفلسطينية في قلبنا، بفضل يكون في الوجه في المقدمة حتى في الحرب. كلنا ملك لله عز وجل، كلنا عبيد لله عز وجل. فيعني ربنا عز وجل زي ما أخذه هيعوض يعني، وزي ما أنا يعني أخذ مني يعني المشي وأنا صغير عوضني بحاجات كثير، هيعوضني بحاجات كثير إن شاء الله. هذا يعني أمل بالله عز وجل.